بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس ما هي قصة هذا الاكتشاف بالإعجاز الرقمي. بعد 10 سنوات من البحث العلمي المنهجي في آيات القرآن، تبين لي وجود نظام رقمي محكم لآيات القرآن كلماته وحروفه، بشكل يثبت أن الله سبحانه وتعالى قد نظم كتابه بطريقة لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها. هنا عدد كلمات وحروف كل آية وكل سورة تنضبط بحساب رقمي دقيق جدا.